معنا عبر الهاتف من جدة الدكتورة منى صواف، استشارية الطب النفسي والخبيرة في الأمم المتحدة لعلاج الإدمان عند النساء. مرحبا بك معنا دكتورة منى. مما لا شك فيه أن كما هو في الواقع النساء والفتيات يتعرضن للتحرش والمضايقات على الإنترنت أيضا ومواقع التواصل الاجتماعي مع انتشارها، بالتأكيد هناك حالات تحرش نعرفها شخصيا من خلال بعض الحالات الفردية، ولكن عندما تتحدث دراسة عن أن ثلث البريطانيات الفتيات البريطانيات يتعرضن للتحرش على الإنترنت، فهذا مما لا شك فيه أن يعني هناك نسبة لا يستهان بها من حالات التحرش في عالمنا العربي على الإنترنت أيضا، ما رأيك؟ نعم، في الحقيقة نسبة 31% هي النسبة المعلنة. الفتيات اللي كان عندهم الجرأة وتقدموا وأباحوا بذلك. هذا في بريطانيا. نعم، النسبة من الناحية الإكلينيكية أعلى بكثير. لما بتلاحظها في العيادات، لما بتلاحظها على المستوى الشخصي الخاص مع لقاءاتك مع الفتيات، بتجد أنه نسبة أعلى، وهذه من الاضطرابات المصيبة للمجتمع وما يعرف في المسكوت عنه، وظاهرة خطيرة جدا منتشرة في كل المجتمعات بلا استثناء. طبعا بتكون بدرجات متفاوتة. اسمح لي بس أضيف أنه التحرش ليس فقط للفتيات، الآن أصبح في ظاهرة أخرى في التحرش بالفتيان، وهذه ظاهرة صعبة أكثر من الفتيات لسبب بسيط، لأن الولد لا يجرؤ أنه يتكلم من قبل الشاذين. تقصدين حتى من قبل ما يعرفوا بالاستغلال الجنسي المادي، بيستغلوهم اللي هي بورنوغرافي، يعني بيستغلوهم كنوع من التجارة الجنسي، وهي تجارة للأسف الشديد أصبحت رائجة في كثير من المجتمعات المحيطة بنا. بيصوروا الأطفال في أوضاع مخلة جدا، وأوضاع يصعب على عقل الطفل الصغير أن يدرك معناها، ثم يبدأوا بعد ذلك في بيعها أو في حتى استخدام هذا الطفل كأداة لتصرفات غير لائقة مدفوعة الأجر من قبل البالغين. وجد في بعض المجتمعات الآسيوية أن هذه أصبحت واحدة من النماذج الجاذبة لبعض السياح لهذه المنطقة. المؤلم أنه 70% من الاضطرابات اللي بتصيب هؤلاء الأطفال بتظهر فيما بعد، وبيكون على هيئة ولها أخطار جسيمة بكل تأكيد. طيب، أمام هذه الأرقام وأمام ازدياد استخدامنا للإنترنت واعتمادنا عليه ووسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها بين الفتيان والفتيات وصغار العمر، كيف يمكن اليوم حمايتهم من هذه المخاطر؟ وإذا تسمح لي أقول كيف يمكن التخفيف أو التقليل، طالما هناك إنترنت فسيكون هناك ضرر بلا شك، ولكن كيف يمكن التقليل وزيادة الوعي عند الأطفال؟ أولا أنا مع وأشجع التوعية في المدارس للأطفال صغار السن على حسب المرحلة العمرية، بمعنى كيف تحمي جسدك، كيف تقول لا للآخر، كيف تدرك أن هذا الآخر ليس الصديق الذي يدعو لصداقة على الإنترنت، كيف تحمي الفتيات بالذات خاصة في المجتمعات المحافظة من إعطاء صورهن. يعني تقصدين نشر الوعي بأهمية الثقافة الجنسية عند الفتيان والفتيات في سن مبكرة، وهذا الأمر يعني غير منتشر في مجتمعاتنا العربية، صحيح؟ لابد أن يعني نخرج رأسنا من الرمل ونبدأ في منع الكارثة قبل وقوعها. للأسف في كثير من الأحيان بنعمل على إصلاح الخلل، ولكن ما عندنا ثقافة إنه إحنا نحمي الجيل قبل وقوع هذا الخلل، ولذلك أهمية البرامج الوقائية والتوعوية من الأهمية بمكان أن تكون قبل ما أنا أحذر فقط على مخاطر الإنترنت أثقفهم لماذا الإنترنت خطير. قد يكون هناك وسائل أخرى غير الإنترنت لاستغلالهم. الآن أصبح في أشياء كثيرة حولنا في الفضاء الواسع بتجذب الفتيات بالذات والفتيان أيضا في سن المراهقة، واستغلال الجوانب الجنسية المتأججة لديهم في هذه المرحلة بعد سن البلوغ. أيضا هناك ما يعرف بصداقات الإنترنت. للأسف كثير من الأحيان بنقول الأهل لابد أن يعرفوا، والأهل حقيقة على واقع الأمر قد لا يكونوا مقصرين،
ولكن الجانب الآخر، الجانب الشرير على الإنترنت أقوى بكثير مما لدينا من برامج. صحيح، يعني الموضوع متشعب نوعا ما ويحتاج فعلا إلى دراسات جدية. شكرا جزيلا لك دكتورة منى الصواف، استشارية الطب النفسي والخبيرة في الأمم المتحدة لعلاج الإدمان عند النساء، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة.